يا شباب في ظاهرة سيئة جدا، ظاهرة بتاعت الغرايب والناس الجارين ماشيين دارفور دي، اللي يجي له عربية حاول بيلقى ده درب بيتخارج به، الناس اللي بيتخارجوا بطريق بتاع دار حمر، والناس اللي بيتخارجوا بطريق مبادر، والناس اللي بيتخارجوا بطريق بلد المهم فتشوا لهم طريق طرق جانبية بيتخارجوا بيها، والناس دي المناطق اللي بيعدوا بيها دي برصدوهم بترصدوهم، بيعملوا لهم كمين، أحيانا يعني مرات يديروا لهم كمين محكم، في ناس مرات يطلعوا من الخرطوم ده ما بصلوا أهلهم بموت وسط، شال لك غنيمة شال لك قروش ماشي. يا جماعة الكلام ده غلط شديد، ونداءنا لكل الناس الحاضر يبلغ الغايب، يا جماعة عليك والله الناس تصبر، عليك والله الناس تصبر، الحرب اللي في الخرطوم دي حرب وجود وحرب بقاء، في النهاية غنيمة ولا قروشك ولا عرباتك اللي لقيتها دي لو مشيت بيها دارفور والخرطوم دي سقطت، دارفور ما هتلزمك، دارفور ما هتلزمك نهائيا لأي سبب من الأسباب. وفي ناس قاعدين يلملم ويقاوشوا أي حاجة، دارين لهم اسم متحرك ماشي دارفور عشان يقرطوا بيه ويطلعوا. بعد شوية يا جماعة الحرب من زمن الصحابة، من زمن الجهاد، من زمن الإسلام، الحرب فشلنا اثنين، الاستعجال بتاع الغنائم وقتل الأسرة، الغنائم وقتل الأسرة دي اللي فشلنا كده في المعركة، عشان داك لازم الناس يا جماعة اللي قلت لك حاجة كلها خلها معاك ولا لبيت في خرطومك ده، لكن ما تحاول تشيلها وتجر بيها عشان تمشي دار تهشش ولا دار تمشي تاخد راحتك في دارفور هناك، راحة ما في يا جماعة، كل أسرنا كل أهلنا كل دمنا كل الأبطال كلهم ماتوا يا جماعة، ماتوا الناس دي كلها ماتت، شنو حلوك أنت مالك ولا عربيتك الشايلة ماشي بيها دي حلوة شنو؟ ما أنت حلوة يا جماعة. عليكم الله الحاضر بلغ الغايب، والناس اللي بيجوا عشوائيين خشوا مع الناس وبينشوا بيلقوا لهم قنايم وبمرقوا، يا جماعة أي زول بيعرف لي زول زي ده يكلمه، دار تحارب حارب مع الناس عديل، ما دار تحارب ما تقنم وتجر تهز تفشل الناس، أي زول بيعرف لي زول خليه يكلمه، والحاضر يبلغ الغايب والمعلومة وصلها بصوتك في أي جروب تاني، نداء عاجل يا جماعة، الناس اللي بتشيل القنايم ومارقة من الخرطوم ما تفشلوا المعركة، ما تفشلوا الحربة، ما تنصروا العدو في الناس يا جماعة، ما تنصروا العدو في الناس يا جماعة، ما تبيدونا أكتر منا، ما تدوا صخرة إنه العدو ده يتنصر فينا تاني، ما تدوا صخرة إنه الناس يلقوا لنا نقطة ضعف فشل، يلقوا لنا نقطة ضعف يستغلوها في الإعلام، طلعونا نحن ناس قنايم وبنسرق حق المواطنين وجينا بس دارين فوائد وراجعين دارفور، دارفور دي ما حتلزم الناس إذا الخرطوم ده سقط. يا جماعة الموت الحاصل ده ترى بوجعنا، الناس دم الدفق ده ترى أغلى من الحديد وأغلى من القنايم وأغلى من كل شيء، نداء عاجل لكل اللي بيسمعنا يا جماعة أثبتوا فضل لكم البسيط، الناس ما تسقر قلوبها للقنايم وتسقر قلوبها للحاجات دي، وأي زول لقيتوه شايل حاجة ماشي احتفاظا لروحها واحتفاظا به ما تخلوه يا جماعة، بالذات الناس شغالين في المنظومة العسكرية ما تخلوه. بالنسبة للأهل الساكنين في الخرطوم، الناس اللي بيجوا بيقعدوا معاكم في بيوتكم بيمشوا بسرقوا عشان دارين يمشوا يقبلوا دارفور برضو امنعوهم، قدموا لهم النصيحة، زول دار يجي يقعد باحترامه يقعد، لا دار يمشي يغني عشان يرجع برضو امنعوه، دار يمشي يقاتل عديل مع الناس ديل خليه يقيف مع الناس ديل، وبعد ما الحرب دي تنتصر المصلحة كبيرة يا جماعة، انت بتحارب دار لك دولة لازم يكون فهمك كبير، يعني اكبر من حاجه اسمها غنيمه عشان تمشي بيها بلدك، غنيمه اللي لقيتها تقدر تلبيتها تقدر تحتفظ بيها في الخرطوم عندك، ما تقبل ورا. كل يوم بيجيك خبر عن قبيح وما بيتحمل، اتحطمت المعنويات والقلب اتألم، رحل الزعيم الدنقش والكلام خلاص كمل، رحل الراعي والرعيه بدت تتحمل، مات موت العز ما رفع يده وسلم، من انضرب ما فتح خشمه وتكلم، برفع اصبعه وقول يا شباب لازم نتحمل، هو يا شباب مسيرتنا النظر لابد نجيبه مزمل، انت من قمة طموحك عاليه وفي الدم ما بتتخمل، محمد ولد حمدان دقل وليك التحيه، نحن وراك ونتفقد اخبارك فجر عشيه، ما دام شعارك سرعه وحسم والجاهزيه، شبابنا الماتوا نعتبرهم ثمن الديمقراطيه، مستعدين نضحي لك بمثل الدنق الشيمية، وين يا دلائل أمشي رمسيات كونجية، خلي بدونا من الشباب اليوم بقي ما فيه، وكتر عادونا بيستهدف فينا مغرب وضحوية، فقدنا شباب والله مسلم ما فيه، منهم الدنقش الولد من القبيلة بعد المية، قضاي القرض سداد الحاجة مما فيه، سند الضعيف وللعروض حمية، الفاتح بيتك للضيف الحارم مجيه، الولد في القبيل ظاهر كيف القرية، خبرك حزننا وحزن كل العرب جملية، ربي يغفرك ويرحمك الرجل القومية، البطل الدنقشي زعيم الفضلية، وشعارنا لم ونعمل ممنوع العنصرية، اليوم كان تم تاني مفر ماليا،
مات الزعيم الدنقش ومات موت الفرسان، شعار التكبير ومات في الصف الامام. والله من حقك نشعر فيك ونكتر من شعرنا كمان، الولد المنقام طموحه عالي وبرشت في الاخوات. فقدنك البلدين تشاد مع السودان، ما مات لكم يا اولاد فضل مات لكل العربان. انت يا العم الشريف الله يوليك الصبر يا رحمن، في الزعيم البطل ادم المنقام عشمان. فقدنا كلنا وقلبنا ليه اليوم حرقان، والصبر لكل يوم شهيد حشاها نجدان، وتعازينا لكل أسرة اليوم رابط صيوان، والتحية لكل الشباب في الميدان الواقفين من صفك يا محمد ولد حمدان، دايرين يحققوا لك أحلامك ويقضوا على البرهان. الفيه محمد جلالة الولد الفحال وعرمان، سعيد من قام دليل كنجيم سيقا صاحبي المبعرف الخوف البدح النيران. كل الشباب قطعوا لي تحيي في هيئة كرانك، متين اللم يا ابو رغد ابو قلب ما برضى بالمسكان، متين اللم يا ابو رغد ابو قلب ما برضى بالمسكان. وين يا خليل محمد ابو شنيبات اخو الاخوان، خليت الوالده تلفت مثل العنزايل ودرت لها صخلان. وين يا موسى البوع النمر السعران، ابو جراح في الضراع وبيه ولا في كمان، وبقول الكبسوله دينا معتبرها كف من زول بدنان. وين يا موسى الضي من قام طفل في حاله ذكرى، بجدع فاضي وبكرش مليان وشعاره هو يا شباب نحن هدفنا قدام. وين يا محمد بعر ابو جسد كله حرقان، مضروب بصاروخ وزيد عليه رمان. وين انت ولدك الرجال طاهر سمك كوتشان، ولدا طاعم كلامه في اللسان، مالك قطعتنا وشتتنا يا زمان، مالك فرقتنا مع الاخوان. انا بتكلم واليوم دمعي سيلان، انا بتكلم واليوم دمعي سيلان، مع خالص تحياتي بعدي.